أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة العامرة بمصرنا الحبيبة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وهذا هو الأسبوع الثقافي الدعوي ضمن الأسابيع الدعوية الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف وتجوب بها مساجد مصر العامرة لتنشر الوعي وتنشر الفكر الوسطي وتنشر الثقافة، وكل ذلك يؤدي إلى تقدم المجتمع وإلى نهوضه ويحافظ على سلامة وطننا وينشر بين ربوع وطننا الحبيب مصر الأمن والأمان والسلام والوئام. فتحية إجلال وتعظيم إلى وزارة الأوقاف وإلى القائمين عليها. حقيقة ونحن اليوم في اليوم الأول لهذا الأسبوع في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد شريف بالمنيل، حيث اختير موضوع من الأهمية بمكان، وهو ذكر الله وأثره في تهذيب النفوس. حسن اختيار من القائمين على هذا العمل، فما أحوجنا إلى ذكر الله عز وجل وإلى أن تكون القلوب مرتبطة بخالقها سبحانه وتعالى ذكراً وتسبيحاً وتحميداً وشكراً. أيها الأحبة، معنا اليوم قارئاً فضيلة القارئ الشيخ فتحي خليف، ومن حسن الطالع أنه معنا اليوم علمان وعالمان ومفكران من قيادات وزارة الأوقاف. معنا من المتحدثين فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة بالوزارة، ومعنا فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة. نسعد إن شاء الله في هذا اللقاء بسماع القرآن الكريم وبالاستماع إلى علمائنا، علماء الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر. نسعد إن شاء الله ونحن في هذه الرحاب الطاهرة والتي أخبرنا عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه فيها تنزل الرحمات، المساجد، وفيها يستجيب الله سبحانه وتعالى للدعوات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء
في ميزان حسناتنا جميعا، وأن ينزل علينا وعلى بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، اللهم آمين. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء سعادة الأستاذ الدكتور محمد السيد ليلى، رئيس حي مصر القديمة. يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور منصف محمود مدير مديري الإدارات الفرعية، فضيلة الشيخ جمال إسماعيل مدير إدارة أوقاف جنوب، فضيلة الشيخ مصطفى علي مبارك المفتش بإدارة جنوب، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد إمام وخطيب مسجد شريف بالمنيل، وجمع غفير من محبي العلم والعلماء الذين جاءوا ليستمعوا إلى كتاب الله عز وجل، ويستمعوا إلى العلم وإلى الثقافة وإلى الفكر الوسطي. أيها الأحبة، خير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله، من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. مع القرآن الكريم وقارئنا فضيلة القارئ الشيخ فتحي خليف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله،
وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع
المشرقين ودعا أذاهم متوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة العطرة، تلاها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ فتحي خليف، وكانت خير بداية لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها الوزارة لنشر الوعي والفكر الوسطي والثقافة وسماحة الدين في ربوع الوطن. وحمدا لله سبحانه وتعالى أن استعادت مساجدنا رسالتها وعادت تؤدي هذه الرسالة على أكمل وجه في هذه الأيام. حمدا لله سبحانه وتعالى أن عادت مساجدنا مساجد مصر العامرة لتؤدي رسالتها تلاوة للقرآن الكريم من خلال المقارئ القرآنية في مساجد مصر العامرة، من خلال الدروس، من خلال حلقات الذكر، من خلال الفكر الوسطي، من خلال المسابقات الدينية في مساجد مصر العامرة. فحمدا لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مساجد مصر وأن يجعلها عامرة شامقة، وأن يحفظ بلادنا الحبيبة وينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء. أيها الأحبة، كما قلت لحضراتكم في بداية هذا الحفل، معنا عالمان وعلمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، ومن مفكري ومن قادة وزارة الأوقاف ببلادنا الحبيبة. موضوعنا اليوم يدور حول ذكر الله عز وجل وأثر الذكر في تهذيب النفوس. سيدنا موسى عليه السلام يسأل رب العزة: كيف أشكرك يا رب؟ فقال له مولانا سبحانه وتعالى: يا موسى اذكرني فإذا ذكرتني شكرتني. اللهم اجعلنا من الذاكرين الحامدين الشاكرين المسبحين. الآن مع كلمة العلم من فضيلة الدكتور العالم الجليل أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة بالوزارة، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المتفرد بالجلال والجمال والكمال، عز عن الشبيه والنظير والمثال، ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وسيد الرجال صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. الحقيقة أنا يكفيني ما أراه الآن رؤية حضراتكم بهذا الحضور بهذه الكثافة وبهذا الصبر بعد صلاة العشاء، شيء الحقيقة يشرح الصدر ويخلينا دايما مطمئنين على بلدنا مصر، مطمئنين ان الكلمة اللي دايما والجملة اللي تقال عن اهل مصر دائما ان شعب مصر شعب متدين بالفطرة، هو ده اللي احنا بنشوفه دايما امامنا. كان الدكتور احمد اشار في بداية كلمته الى دور وزارة الاوقاف، المجهود الكبير الذي تقوم به الوزارة بفكر مستنير وقيادة من معالي وزير الاوقاف، واشار ان كيف استردت وزارة الاوقاف مساجدها واستردت الخطاب الديني. الحقيقة والانصاف يقتضي ان نقول ان رواد المساجد اصحاب التدين الحقيقي هم شركاء في هذا. حضراتكم دائما كنتم على قدر المسؤولية، سواء في لحظات الحظر ايام كورونا والاغلاق، او في سواء في لحظات الافتتاح، او دائما مشاركات حضراتكم في هذه البرامج وفي هذه الفعاليات لولا وجود حضراتكم ما كانتش نجحت، ودي حقيقة. ولا يصبر على هذه الأمور إلا من ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى، سواء من القائمين على هذا العمل والمنظمين له، أو من المستمعين والمحبين. يعني حضرتك دلوقتي يعني إيه يجبرك إنك قاعد؟ مفيش إلزام ليك، صليت وأديت العشاء وخلاص أمورك مستقرة مع ربنا سبحانه وتعالى، لكن تبتغي زيادة الأجر محبة للعلم، تشوفا لرحمة الله سبحانه وتعالى. تعرفوا حضراتكم ان هذا المجلس له ملائكة مخصصة تبحث عنه في ارجاء الارض، لله ملائكة تسيح في الارض تلتمس اهل الذكر من الناس، فاذا وجدوهم قالوا هذه حاجتكم، ده هدفكم، دي الغاية التي تسعون اليها، ثم يجلسون ويستمعون ويحفون المجلس بأجنحتهم، ثم يصعدون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويخبرونه بذلك. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث الذي ذكرته بمعناه، يقول ملك من الملائكة لربنا سبحانه وتعالى بعدما يسأل ماذا أراد هؤلاء، يعني أرادوا الجنة، جلوسك الآن أنت تبتغي حسنة تكون في ميزان حسناتك وتخاف من النار. فقال ربنا سبحانه وتعالى أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيتهم ما أرادوا وأمنتهم مما يخافون. فيقول ملك من الملائكة إن فيهم فلان ليس منهم، في واحد قاعد هنا دلوقتي هو منتظر الدكتور خالد ولا منتظر الدكتور احمد عايز يكلمه في موضوع، مش جاي اصلا علشان يقعد في الموضوع ده في القصة بتاعة الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن. من اكرام الله عز وجل للمخلصين في هذه المجالس يكرم ضيوفهم، فيقول لهم ربنا سبحانه وتعالى وهو معهم، ليه؟ قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يكتب له هذا الأجر، تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، ويقال لنا في ختام هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الذكر فهو الحياة، هو حياة الأرواح، وهو قوت القلوب، وهو منشور الولاية الذي إذا أعطيه العبد اتصل بالله عز وجل، وإذا منعه
حجب عن الله سبحانه وتعالى. قال ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هو الحياة، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك، قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الميت. لأن الحياة ليست حياة الأكل والشرب والاستمتاع بالملذات وفقط، أيوة هذه أمور مباحة ولا يلام على أحد فيها. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إنما هناك حياة أسمى وأغلى وأعلى وأرقى، هي الحياة التي يتصل فيها العبد بالله عز وجل بقلبه وروحه وجوارحه. قال ربنا سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هي دي الحياة. قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهذه حياة، لكن الأولى حياة يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، الثانية حياة شبهت بحياة البهائم أعزكم الله، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لو كان اللفظ في غير القرآن أولئك كالأنعام وسكت كان يبقى في ظلم للأنعام. ليه؟ لأن الأنعام تعرف مالكها وتعرف ربها وتوحد ربها وتسبحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال ربنا سبحانه وتعالى في هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما هم أحياء، هو بيكلم أموات بيكلم أحياء، لكن لما دعاهم إلى الحياة وهم أحياء علمنا أن الحياة المقصودة في الآية ليست هي الحياة الظاهرة المتبادرة إلى الذهن، وإنما هي الحياة الحقيقية، حياة القلب والروح بالاتصال بالله عز وجل. الذكر، أنا يعني لو أي حد من حضراتكم جه مسك الميكروفون دلوقتي ومكانه ومكان الشيخ خالد هيتكلم عن الذكر وهيحفظ أحاديث كثيرة، وده شيء جيد، لكن من لطائف الأمور أن تعلم أنك لا تذكر إلا بإذن. لما يجري ذكر الله سبحانه وتعالى كده على لسانك اعرف ان ده محبة من الله سبحانه وتعالى، اعرف ان ده ما حصلش كده غير بتوفيق من الله عز وجل. لا يذكر الا باذنه سبحانه، هو الذي شرح قلبك لذلك، هو الذي اطلق لسانك لذلك. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اذا استيقظ من نومه: الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. بدونه، بدون الله سبحانه وتعالى لا تستطيع، لا حول ولا قوة، ده من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يعني حضرتك لو قلت دلوقتي كده لا حول ولا قوة إلا بالله وانت بتسمع ادخر لك كنز في الجنة، معناها ايه؟ معناها لا حول، يعني لا قدرة ولا بعد ولا قوة على الطاعة ولا بعد عن المعصية إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فما ذكر الله عز وجل إلا بإذنه للذاكر أن يذكر. وكمان من لطائف الأمور أن تعلم أن الذكر ليس فقط بترديد الأذكار المعهودة والمعروفة، وهو أمر لابد منه، أمر جيد، لكن لكل إنسان ولكل حال من أحواله ذكر. يعني مثلا إحنا معانا دلوقتي، أنا شايف شباب في سن
طلبة وانت في سنة كام؟ تالت اعداد. ده عنده ذكر. ذكره حينما ينشغل بانه عايز يجتهد في تالت اعدادي ويجيب مجموع كويس يكون فيه بيفرح والده ووالدته ويبقى باب من ابواب البر ويكون فيه نافع في المجتمع بتاعه بيقدر رسالته. خلي بقى انت اسمك ايه؟ علي. ده اسم غالي علي. على اسم ابويا واسم ابني. علي لما يكون في تالت اعدادي دلوقتي عنده رسالة. رسالته انه يذاكر. انه يجتهد. انه يبني نفسه. علشان يكون عنصر نافع بعد كده في المجتمع. في تعلق قلبه بالله عز وجل ان يبلغه ما يتمنى. انا عايز ربنا يوفقني. ده ذكر حتى لو ما تكلمش. لجوءه الى الله سبحانه وتعالى بقلبه ان ربنا يوفقه في دراسته. ده ذكر. اللي قاعد دلوقتي وعنده بنت عايزه تتجوز او ولد عايز يتجوز وعايز يساعده ويعينه ويقف جنبه في جوازته. والشاب اللي بيسعى الى الزواج يرجو العفاف بقلبه اذا تعلق بالله عز وجل هو في ذكر. اقول لك على ما هو اكثر. لو ان من بيننا من له ذنب او معصية له ذكر. ذكره توبته لله عز وجل. واسمع. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. لما وصفهم ماذا قال؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم عملوا ايه؟ ذكروا الله. العاصي توبته، ندمه، حزنه، خوفه ذكر لله سبحانه وتعالى. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. هذه الأحوال كلها تجعلك تدرك معنى هذه القيمة. معنى إنك تكون من الذاكرين كثيرا والذاكرات إنك في كل حال تكون متعلق بقلبك بالله سبحانه وتعالى. تعلم أنه لا ضار إلا الله ولا نافع إلا الله ولا معطي إلا الله ولا مانع إلا الله. إذا كان القلب يعيش بهذه الحالة فأنت دائم الذكر لله سبحانه وتعالى حتى لو ما تكلمتش بلسانك. وده لا يقلل من شأن الذكر باللسان. لا. أذكار الصباح والمساء والأذكار المعهودة لنا كلنا هي تقوية للقلب. سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. وشوف في هذا الباب من لطيف ما يحكى عن سيدنا سليمان. نماشي في يوم من الأيام في جنوده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. في رجل فلاح بسيط كده شاف سيدنا سليمان في هذه الهيئة وفي هذه الهيبة فقال لقد أوتي سليمان بن داود ملكا عظيما. الريح حملت الكلمة إلى مسامع سيدنا سليمان فراح له عايز يعلمه ويعلمنا معاه درس. فقال يا هذا ماذا قلت؟ الرجل خاف. يعني سليمان بكل هذه العظمة بكل هذا الأبهة والهيبة يقف أمامه. قال لقد أوتي سليمان بن داود ملكا عظيما. فقال له يا هذا تسبيحة واحدة أفضل عند الله من ملك سليمان. انك تقول بس سبحان الله. فكأن الرجل ما استوعبش القصة يعني ازاي. فشرحها له
قال ذلك أن التسبيحة تبقى وملك سليمان يفنى. فين ملك سليمان دلوقتي؟ مش موجود. فين يوم القيامة؟ في يوم القيامة ما حدش ليه ملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طيب دلوقتي قلت سبحان الله، راحت فين؟ في كتاب عند ربك لا يضل ربي ولا ينسى، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ترى أثر هذا التسبيح أمام الله عز وجل يوم القيامة. مش يعني مش هطول على حضراتكم، وأترك المجال لأخي وصديقي فضيلة الدكتور خالد صلاح. لكن من أعظم آثار الذكر في تهذيبه للنفوس إنه يخليك مطمئن، عندك سكينة. الدنيا ممكن حواليك تموج كموج البحر وانت هادي مطمئن، لان انت عارف كل الامواج دي بيد من؟ الله. كل الفتن اللي حواليك بيد من؟ الله. كل الامور والشدائد والضوائق المالية والمادية واللي انت بتسمع عنها والناس بحالها تتكلم، هو الرزاق. بيقولوا للراجل ده رغيف العيش بعشرين، قال لهم اللي رزقني وهو بخمسة يرزقني وهو بعشرين. وفي السماء رزقكم وما توعدون. من آثاره انه هيديك معية، تبقى مطمن دايما وحاسس ان ربنا معاك. فاذكروني اذكركم، انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. قالوا لموسى انا لمدركون، خلاص البحر قدامنا وفرعون من ورانا. قال كلا. طب عنده مخرج؟ لا والله، ساعتها ما كانش معاه مخرج، ولا كان موعود من الله سبحانه وتعالى ان البحر هيفتح لي بهذه الطريق، لكن مطمن. ليه؟ هو مع الله سبحانه وتعالى. قال كلا ان معي ربي سيهدين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار قال للصديق ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ان الله معنا لن يضيعنا. من اثار هذا الامر، هذا يعني استحضار عظمة الذكر في القلب، مراقبة الله سبحانه وتعالى، ان انا دايما اكون عارف ان ربنا مطلع علي. ولما ربنا يكون مطلع علي مش هعمل حاجة تغضب ربنا. الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. يعني أنا أكرر شكر لحضراتكم على صبركم وعلى استماعكم وعلى جلوسكم في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسأله بفضله ومنه وكرمه أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظ مصر واجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أشكر حضراتكم على حسن استماعكم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى كلمة العلم، هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة بالوزارة، والتي حدثنا فيها عن ذكر الله عز وجل، وكيف أنه بالنسبة للإنسان يعني الحياة، كما لفت انتباهنا إلى لطيفة غالية عالية، وهي أن الذكر الذي يجري على ألسنتنا إنما جرى بإذن الله عز وجل، وهذا دليل على حب الله سبحانه وتعالى للعبد، وكلنا يسعى لحب الله ورضوان الله عز وجل. ثم أخذ فضيلته في سرد الأمثلة التي تبين فضل الذكر، ثم تحدث عن أثر
ذكر الله عز وجل في تهذيب النفوس وفي تقويمها. فهؤلاء هم علماء مصر، وهذه هي مصر الحبيبة، وتلك مساجدها العامرة. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة، ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وهذا هو اليوم الأول لهذا الأسبوع الدعوي الثقافي في هذا المسجد، مسجد شريف بالمنيل. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء فضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المؤمن، مدير الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير متنوع، كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، من رواد هذا المسجد العامر، من البراعمة. ولعلكم استمعتم إلى الحوار الذي دار بين هذا الشبل الذي جاء ليستمع إلى كلمة العلم، بينه وبين فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر وهو يتحدث في كلمته. المسجد عامر وممتلئ برواده الذين جاءوا ليستمعوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى العلم، ويتزودوا بالثقافة وبالوعي وبالفكر الوسطي، ويروا سماحة ديننا الإسلامي الحنيف من علمائنا الأفاضل. فجزى الله سبحانه وتعالى القائمين على هذا العمل خير الجزاء، وجزاكم الله خير الجزاء، وجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى، كما نسأله أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وأن يأذن لنا بذكره سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والوئام، اللهم آمين. أيها الأحبة، كما قلت لحضراتكم، معنا عالمان وعلمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، ومن مفكري ومن قادة وزارة الأوقاف. وقد استمعنا إلى علم من تلك الأعلام، وهو فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة بالوزارة. والآن نستمع إلى العالم الجليل والمفكر فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة، وسوف يحدثنا أيضا عن ذكر الله وأثر ذكر الله عز وجل في تهذيب النفوس، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد،
فالشكر موصول لراعي هذه الأسابيع الثقافية المنتشرة في كل محافظات جمهورية مصر العربية، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. والشكر موصول لرواد هذا المسجد الكرام على حفاوة الاستقبال وعلى هذا الحضور، كما أشكر الدكتور محمد السيد رئيس حي الخليفة على تشريفه لهذا اللقاء الطيب المبارك. والشكر موصول للزميل العزيز الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة لشؤون الدعوة. والشكر موصول للصديق العزيز كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم الدكتور أحمد القاضي. أدعو الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا مننا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. هذه الجلسة المباركة ماذا نصنع فيها؟ نذكر الله عز وجل، وبذكرنا لله عز وجل تتنزل علينا الرحمات، كما قال صديقي العزيز الدكتور أحمد القاضي، قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وذكر الله عز وجل كما استمعنا في الآيات الطيبات المباركات التي تليت على مسامعنا منذ قليل، أمر الله للمؤمنين، وأمر الله للمؤمنين فيه تشريف وتكريم وإعلاء لشأن المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ماذا؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا، داوموا على ذكر الله بالليل والنهار سرا وعلانية، عند العسر وعند اليسر، عند الصحة وعند المرض، كما قال بعض أهل العلم. وسبحان الله، ذكر الله عبادة ميسورة، عبادة ميسورة وسهلة، لذلك لا عذر لتاركها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إلا لإنسان مغلوب على عقله، سلب عقله، يقول: لم يفرض الله عز وجل فريضة إلا جعل لها حدا معلوما تنتهي إليه، ويعذر صاحبها عند العذر، إلا الذكر ليس له حدا معلوما ينتهى إليه. ولم يعذر أحدا من تركه أو على تركه إلا مغلوبا على عقله، لا عقل له. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه عن الذكر؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل حال وفي كل وضع وعلى أي حال. لذلك وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم غالية، لم يوصي بوصية إلا وصية فيها الخير وفيها النفع وفيها السعادة وفيها الفلاح للمؤمنين. أحد الصحابة يقول له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت، فدلني على عمل أتشبث به. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن ذكر الله كما قال
زميل العزيز فضيلة الدكتور أيمن حياة للقلوب، علق الله عز وجل عليه الفلاح في الدنيا والآخرة في كل الأعمال، كما قال تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا، أمر من الله، واذكروا الله كثيرا، لماذا؟ لعلكم تفلحون. وكأن الفلاح معلق على الإكثار من ذكر الله عز وجل، وكأن الفلاح معلق على الإكثار من ذكر الله عز وجل. وكما قال زميلي: وذكر الله يكون بإذن، وأنا أقول: وذكر الله رزق. فمن وسع الله عز وجل في رزقه أكرمه بالمداومة على ذكره، ومن أراد أن يكون في معية الله فعليه بذكر الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل الذي رواه عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: أنا الذات العلية، يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه معية التوفيق والإكرام والتيسير والمحبة، وأنا معه إذا ذكرني. بمجرد أن تتحرك شفتاك بذكر الله معية الله معك. وصدق الله القائل: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. واستمعنا أيضا في صلاة العشاء إلى آية هي علاج لمرض الهم والغم والأرق والقلق، وهي طمأنينة للقلب وراحة للبال. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إذا ما اطمأنش قلبك بذكر الله ففتش عن نفسك، شوف، ابحث عن الخلل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أول ما تحس بأرق أو هم أو غم عليك بإيه؟ بذكر الله، بنية خالصة وتفاؤل وحسن ظن في الله. أنا هسبح أو هحمد أو ههلل بلا إله إلا الله أو هتلو أسماء الله الحسنى بنية تفريج الهم وتنفيس الكرب وذهاب الأرق والقلق. أنا تعبان نفسيا، أين أنت من هذه الرشدة الإلهية النبوية؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أول ما تحس بالغفلة ماذا تصنع، ماذا تفعل؟ واذكر ربك إذا نسيت وقل: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لذلك الصحابي سيدنا النبي يقول له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خلي لسانك يتمتم دائما بذكر الله عز وجل عقب الصلوات، وعند دخولك البيت، وعند خروجك من البيت، وعند ركوبك للسيارة، وعند جلوسك في عملك، وعند خروجك من عملك. حياة المسلم كلها ذكر وتسبيح، ذكر وتسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اوعى تقول ده جماد، اهو القرآن اهو،
وإن من شيء سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح، والتسبيح ذكر لله. والتسبيح ذكر لله. يا أخي عايز ربنا يحبك؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طب عايز ربنا سبحانه وتعالى يبيد لك صفحاتك إلى أن تلقى الله، داوم على ذكر الله. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وما زدنا ده بالقال كده، بس خلي لسانك لا يزال لسانك رطبا. من ايه؟ من ايه؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جميل ما قرأت وتدبرت، هل كان النبي يذنب والعياذ بالله؟ الجواب لا. لكن حينما نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، ماذا نفهم؟ نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله بإيه؟ بذكره تبارك وتعالى. كان يتعبد لله بذكره، بالتسبيح، بالتوبة، بالاستغفار، بتلاوة القرآن. وانا عايز اقول برضو ومش هروح بعيد، والله تبسمك في وجه اخيك بنية ان يعطيك الله عز وجل صدقة وتكون عند الله من المتصدقين ذكر لله، تفريجك وتنفيسك للهم بنية الاجر من الله ذكر لله، مساعدة المحتاجين بنية الأجر والثواب من الله ذكر لله. الله عز وجل قال: والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الكلمة الطيبة التي تدخل السرور على النفس حينما يتكلم بها المسلم بنية التقرب إلى الله ذكر لله، ذكر لله. الذكر مش تسبيح بس يا سادة، ذكر لله تنفيس الهموم والكروب وتفريج الهموم وقضاء مصالح الناس وقضاء حاجيات الناس. أنت تقضي حاجة الناس لماذا؟ تعبدا لله، هذا ذكر أيضا. هذا يبقى الذكر مش مقصور على اللسان فقط، اللسان، الأقوال والأفعال، الأقوال والأفعال. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هو خيرا وأعظم أجرا. والإنسان المسلم مطالب أن يحسن الظن في الله، مطالب كما استمعنا من كلمة الزميل العزيز الدكتور أيمن. شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، سيدنا أبو بكر يقول له: يا رسول الله، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يقول: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. يبقى عند تسبيحك توقن بأن الله عز وجل سيكتبك عنده من المسبحين، سيغفر لك، سييسر لك أمورك. يبقى عندك حسن ظن في الله إن قضاء حاجيات الناس ربنا سبحانه وتعالى هيسر لك أمرك بسببها وسيعطيك الأجر العظيم. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وأختم به: إنما الأعمال بالنيات. خلي نيتك كلها خالصة لله، وحياتك كلها خالصة لله، وأعمالك كلها خالصة لله. ليه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشكر موصول لكم على حسن الاستماع وعلى هذا الحضور، وأشكر إمام المسجد وإدارة المسجد على
كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. مرة تانية أشكر الدكتور محمد السيد رئيس حي مصر القديمة، وأشكر زملاء الحضور، ودائما نلتقي على الخير وفي الخير. أدعو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الكلمة العطرة من فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والتي حدثنا فيها عن أن حياة المسلم كلها لا بد وأن تكون كلها ذكر لله عز وجل. ووصية المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ذكر فضيلته المداومة على ذكر الله عز وجل. كذلك حدثنا عن أن ذكر الله عز وجل يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. وكيف أيضا من حديث فضيلته كيف أن ذكر الله عز وجل يأتي بالفرج ويأتي بالرزق العميم ويذهب الهم والغم والضيق. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذاكرين لك يا رب العالمين. حقيقة أكرر شكري للقائمين على هذا العمل على حسن اختيار هذا الموضوع. وكما ترون أمامكم في هذا الجدول الأسبوعي بمثابة حديقة غناء مليئة بالثمار والفاكهة، فاليوم تحدثنا عن ذكر الله وأثر ذكر الله عز وجل في تهذيب النفوس، وغدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء في هذا المسجد العامر في موضوع جديد إلى نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. أكرر الشكر للقائمين على هذا المسجد على حسن هذا التنظيم وحسن الاستقبال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع مساجد مصر عامرة إلى يوم القيامة. أيها الأحبة، ما زلنا ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي من هنا من رحاب مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة تحت رعاية معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. نصل الآن إلى مسك الختام. بدأنا بأحلى الذكر بالقرآن الكريم، ونختتم الآن بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لنا عن الدعاء: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ويبشرنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يرد أيدا رفعت إليه سبحانه وتعالى وقالت له يا رب يا رب. لذلك قال سيدنا موسى عليه السلام لرب العزة: يا رب، ماذا تقول لعبدك الطائع إذا قال لك يا رب؟ قال: أقول له لبيك عبدي. قال موسى عليه السلام: يا رب، وإذا قالها عبدك العاصي، عبدك العاصي قال لك يا رب، ماذا تقول له؟
قال المولى سبحانه وتعالى: يا موسى أقول له لبيك عبدي، لبيك عبدي، لبيك عبدي. لذلك أحباب رسول الله، كما جاء في الأثر، الرجل الذي كان له صنم يعبده وكان يدعوه: يا صنم اسقني، يا صنم اطعمني، يا صنم اقضي للحاجات، يا صنم كذا كذا، أخطأ لسانه وقال: يا صمت. فقال المولى سبحانه وتعالى في عليائه: لبيك عبدي. فقالت الملائكة: يا رب، إنه يقصد الصمت، إنه يقصد الصنم، وأخطأ لسانه فقال: يا صمت. اسمعوا أحباب رسول الله، قال مولانا سبحانه وتعالى لملائكته: يا ملائكتي، أستحي أن أدعى باسمي ولا أجيب. اللهم أنزل علينا سكينتك، وأنزل علينا من بركاتك، وأنزل علينا من فضلك، وأمنا في أوطاننا، واحفظ بلادنا، واحفظ مساجدنا، واحفظ علماءنا، واحفظ شعبنا وقيادتنا، اللهم آمين. أيها الأحبة، مع الدعاء والابتهال وفضيلة المبتهل الشيخ عبد المنعم الحساني. فضيلة الشيخ المبتهل أيمن عبد المنعم الحساني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا واحفظ بلادنا واحفظ يا ربي شعبك وجيشك يا رب. الله أنزل أكرم الإسعاد والحسنات. الله
الله الله الله الله أنزل ذكره لمحمد والوحي بأعظم النفحات الله الله أنزل ذكره لمحمد والوحي فاض بأعظم النفحات يا ذاكرا لله يا ذاكرا لله أنت مكرم قد فزت بالإنعام والجنات. الله يرضى عليك شيخ أيمن. يا ذاكرا لله أنت مكرم قد فزت بالإنعام والجنات فاجعل كتاب الله فاجعل كتاب الله فاجعل كتاب أكرم صاحب لتنال خيرا وافر البركات وانهل من الآيات وانهل من وانهل من الآيات أعظم عبرات.
وانهى من الآيات أعظم عبارة فتفوز بالرضوان والخيرات. وقرأ من القرآن وقرأ من القرآن وقرأ من القرآن وقرأ من القرآن في جنح الدجى فالله يجزي المخلصين هباتي داوم عليه فإنه لك عصمة أنواره تنجي من الظلمات وخاتم الوحي الشريف وخاتم الوحي الشريف وخاتم الوحي الشريف إلى الورى يا رب فارزقنا به الدرجات صل على الحبيب يا رب صل على الحبيب المصطفى واجعل لنا الفائزين مكانا واجعل حبيبك شافعا واجعل حبيبك شافعا واجعل حبيبك شافعا يوم اللقاء أنت المجيب وأنت من أحيا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه.
اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات، قدمها لنا المبتهل فضيلة الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني، وقد كانت خير ختام لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف، وهذا هو اليوم الأول في هذا المسجد العامر. أيها الأحبة، حضر معنا هذا اللقاء سعادة الأستاذ الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس حي مصر القديمة وكوكبة من علماء وزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ سعيد حامد، فضيلة الشيخ الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير مديرية الإدارات الفرعية، فضيلة الشيخ جمال إسماعيل مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، فضيلة الشيخ مصطفى علي مبارك المفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد إمام وخطيب المسجد، ولفيف من علماء وزارة الأوقاف، وجمع غفير من رواد هذا المسجد العامر، وأيضا من محبي العلم والعلماء ببلادنا الحبيبة مصر. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ فتحي خليف، ومن السادة العلماء المتحدثين فضيلة الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة بالوزارة، وفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة. أيها الأحبة، غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.